العشق. سلاح الجو السوري يقضي على إرهابيين ويدمر آلياتهم في طلعات مكثفة على تجمعاتهم وتحركاتهم بريف حلب الجنوبي الغربي. الجيش يوسع نطاق سيطرته بالغوطة الشرقية ويكبد الإرهابيين خسائر في عدة محافظات. نظام أردوغان يواصل دعم الإرهابيين في سوريا وآلته الإعلامية ترافق إرهابيي جبهة النصرة. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من استوديو الحدث. خسائر كبيرة تتكبدها التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي. سلاح الجو في الجيش العربي السوري يدك في غارات مكثفة تجمعات ومحاولة تحرك وإمدادا للمجموعات الإرهابية في مشهد يرسخ الصمود السوري المستمر الذي تصدى ولا يزال لحلقات العدوان الإرهابي على الشعب السوري، ليبقى المقاومون المدافعون عن وطنهم هم أصحاب الحق الذين يرسمون بتضحياتهم صورة الغد المقبل. بمساندة شعبية من كافة محافظات الوطن وبأمل وتأكيد على انتصار خطى الجيش العربي السوري وإيمان بانكسار الإرهاب على أسوار حلب القلعة، وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة تواصل عملياتها القتالية جنوب حلب وتتصدى ببسالة لهجوم المجموعات الإرهابية وتخوض معارك عنيفة في عدد من النقاط التي تسلل إليها الإرهابيون في منطقة الكليات العسكرية. العمليات القتالية للجيش مستمرة على جميع المحاور إلى الجنوب وجنوب غرب حلب، مسقطة أحلام الإرهابيين بكسر الطوق المفروض عليهم بالأحياء الشرقية من مدينة حلب. القوات العسكرية وبدعم من سلاح الجو تدمر عربات مدرعة وآليات محملة بالذخائر وتقضي على أعداد من الإرهابيين في غارات مكثفة على تجمعاتهم وأرتال آلياتهم في محيط الكليات العرية وكفر ناها والأتارب وخان طومان وأورم الكبرى والزربة وخلصة بالريف الجنوبي. مراسل الإخبارية أفاد عن سيطرة الجيش ناريا على المعبر الذي أحدثه الإرهابيون، وهناك الكثير من الطرق إلى حلب من الراموسة آمنة. أمام الصمود الشعبي ومنجزات الجيش تفشل المجموعات الإرهابية في تحقيق أي تقدم على أرض المعركة، فكان لابد للدول الداعمة لهم من أن تحقق نصرا من وراء، فكان الضخ الإعلامي عبر شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي بهدف التقليل من حجم خسائرهم.
ومن منطقة محيط الكليات ينضم إلينا مراسل الأخبارية السورية وليد هناي. وليد، لو تضعنا في آخر المعطيات الميدانية لديك حتى هذه اللحظة. نعم، تحية لك رانيا ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. بطبيعة الحال العمليات العسكرية هي ما زالت مستمرة حتى اللحظات باتجاه معاقل المسلحين في محيط الكليات العسكرية وصولا إلى المناطق الجنوبية والغربية من حلب المدينة. عدسة الإخبارية السورية ترصد لكم الآن واقع جسر الرموزة والمناطق الخلفية منه المثبتة من خلال أبطال الجيش العربي السوري. يوم أمس كان هنالك الهجوم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، يوم أمس هجوم عنيف من قبل المحاور الجنوبية الغربية والجنوبية من حلب المدينة، الهجوم الذي أتى من قبل الإرهابيين مدججا بأسلحة ثقيلة ومدججا بإنغماسيين وأيضا بعربات مفخخة. على العموم اليوم وبعد إعلان المنطقة الجنوبية بالتحديد وجنوبية الغربية منطقة تشهد عمليات عسكرية، عمليات مفتوحة من قبل أبطال الجيش العربي السوري، نحن نلاحظ الآن عمليات مكثفة عبر سلاح الجو استهداف معاقل الإرهابيين وأيضا باستهداف الممر الوحيد والضيق لهم الذي هذا الممر الثغرة بالنسبة لهم باتجاه المناطق الشرقية. لن نقول بأنه تم كسر الحصار أو فك الحصار عن المناطق الشرقية من قبل المسلحين، لا، حتى اللحظات لم يكن هنالك من هذا الشيء، بل هنالك ممر ضيقا فتحته المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه الأحياء الشرقية، وهذا الممر هو مستهدف بشكل كامل من قبل أبطال الجيش العربي السوري بكافة الأسلحة المتنوعة ومنها الرشاشة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأيضا عبر سلاح الجو في الجيش العربي السوري. حتى اللحظات العمليات هي مستمرة من قبل أبطال الجيش العربي السوري، لا سيما في أن العمليات هي ستنعكس سلبا خلال الأيام القادمة باتجاه معاقل الإرهابيين، باتجاه ما بعد كلية المدفعية ووصولا إلى المناطق الأخرى. على العموم العمليات المستمرة هي تأتي من قبل أبطال الجيش العربي السوري بحكمة وشراسة وتكبد من خلال الإرهابيين أعداد كبيرة من القتلى وجرحى. أنا ذكرت في رسالة سابقة بأن هنالك أكثر من 500 قتيل، نعم العدد هو يفوق أكثر من 500 قتيل من قتلى وجرحى المسلحين، ولكن الآن العمليات المكثفة من قبل أبطال الجيش العربي السوري تكبدهم أعداد زائدة وأعداد أكثر فأكثر من قتلاهم. هم مستميتون ويقومون باستقطاب التعزيزات من المحاور الشمالية لإدلب باتجاه الغربية منها، ولكن كل تلك التعزيزات هي تبابي الفشل وتتصدى وترد بالمقابل بالتصدي العنيف من قبل أبطال الجيش العربي السوري الذين يسحقونهم ويكبدونهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. على العموم نحن نتحدث اليوم عن منطقة الرموسة وأيضا معمل الإسمنت الذي هو ما زال تحت سيطرة الجيش العربي السوري، وهذا يشرف بالتحديد على ممر المسلحين وهذه الثغرة بالتحديد التي فتحت لهم باتجاه المناطق الشرقية. كل تلك العمليات التي تأتي من خلالهم رغم الهجمات الكبيرة والمدججات والعربات المفخخة هم لم يصلوا إلى هدفهم بفك الحصار، بل فتحوا ممرا ألا وهو ثغرة واحدة، وهذا الممر مرصودا 100% من قبل أبطال الجيش العربي السوري. ولكن هنا لن تتوقف وحدات الجيش العربي السوري، سيكون هنالك عمليات مستقبلية باتجاه محيط الكليات العسكرية وما بعد الكليات العسكرية وصولا إلى محور الغربي من حلب وجنوب الغرب من حلب عبر سلاح الجو الذي منذ لحظات وحتى الآن يقوم باستهداف معاقل الإرهابيين في النقاط الغربية في محيط الزربة وخلصة وصولا إلى أورم الكبرى وأيضا خان العسل. كل تلك المناطق هي تستهدف عبر سلاح الجو، وأيضا إذا ما انتقلت عدسة الإخبارية السورية إلى العمق نحن نشاهد الأدخنة السوداء. هذه الأدخنة هي تعبر عن استهداف آليات المسلحين عبر سلاح الجو في الجيش العربي السوري على معاقلهم. نحن عبر تواجدنا سلاح الجو له الدور الأكبر في استهداف معاقل الإرهابيين، وأيضا للمدفعية لها دورها أيضا باستهداف معاقل الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. لن أطيل عليك راني، على أمل أن نعود في رسائل قادمة من مدينة حلب مدينة الصمود. وقبل أن نختم سوف أنوه بأن هذه العمليات التي أتت من قبل المسلحين وبالتالي قطع خط الرموسة أو هذه المنطقة
التي أعلنت منطقة عسكرية مفتوحة من قبل أبطال الجيش العربي السوري لن تحاصر مدينة حلب. مدينة حلب لها أكثر من معبر واصل إلى داخل هذه المدينة وأكثر من مدخل تعمل عليه الحكومة في حلب، وذلك لإدخال كافة المساعدات وكافة المستلزمات التي تخص المواطن الحلبي. نعم رأني. نعم أشكرك جزيل الشكر وليد هنايم مراسل الإخبارية، وسنكون معك وكافة الزملاء في حلب لمتابعة ما يجري من تطورات عسكرية مهمة تجري في الجبهة الجنوبية الغربية لحلب. شكرا جزيلا لك. ونبقى مشاهدينا مع اللقطات التالية التي تظهر جانبا من عمليات الجيش في درعا. نار نار نار. هذا ويتابع الجيش العربي السوري ووحداته تنفيذ عمليات في حوش نصري في الغوطة الشرقية ويسيطر على أجزاء منها ويكبد المرتزقة خسائر كبيرة. بعد حوش الفارة التي شكلت خط الدفاع الأول عن الإرهابيين في دوما، نقل الجيش العربي السوري مسرح عملياته إلى بلدة حوش نصري ومزارعها التي حولها الإرهابيون إلى مناطق محصنة للاعتداء منها على نقاط الجيش واستهداف البلدات والأحياء الآمنة بقذائف الهاون. على الرغم من كون هذه البلدة خط الدفاع الثاني، إلا أن التحصينات التي أنشأها الإرهابيون فيها لا تقل عن التحصينات التي أنشأوها في خطهم الأول. الخبرة التي أبداها عناصر الجيش وتناغمهم مع مجموعات الدفاع الشعبية لاختراق هذه التحصينات كانت العنوان الأبرز في هذه المعارك. الاستفادة من الوقت المتوفر لبناء الدفاع بعد الهجوم وتنفيذه على شكل شبه دائري مكن الجيش من المحافظة على وتيرة التقدم ذاتها، كما مكنه من إسقاط النقاط المحيطة بنقاطه نارياً، وهو ما جعل عمليات هجومه اللاحقة أكثر سهولة. للإضاءة على هذه التطورات نرحب معنا في استوديو الحدث بالأستاذ عمر المقداد الكاتب والإعلامي. أهلا بك معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا. ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ سمير حسن الخبير في الشؤون العسكرية. أهلا بك معنا أستاذ سمير. يا أهلا بك. وأبدأ معك أستاذ سمير، أهمية ما جرى بالأمس في حلب رغم التقدم الجماعات الإرهابية في نقاط متعددة في الجبهة الجنوبية الغربية، أي قيمة عسكرية تمتلكها هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة بما يخص فك إمكانية هذه الجماعات من خلال هذا الخرق، ربما فك الطوق حول الأحياء الشرقية في حلب وربما مساعدة الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة هنالك على مؤازرة بعضها مع بعض؟ يعني نحن في البداية، المعركة لا تزال مستمرة، لذلك من المبكر الحديث عن نجاحات أو عن أخفاقات في الميدان. من الطبيعي تبادل السيطرة، خاصة أن معركة حلب هي معركة جيوش وتحتاج إلى وقت لبلورة لمن التفوق. ما جرى يوم أمس هو تراجع تكتيكي لاحتواء فورة المهاجمين، عندما تتحول أي بقعة دفاعية إلى ما يشبه الاستنزاف من الطبيعي أن يقوم الجيش إلى التراجع إلى نقاط أكثر صلابة. بكل الحالات هدف العملية هو يهدف إلى فك الطوق
ويعني الوصول إلى الراموسة والأحياء الغربية. ما جرى حتى الآن يعتبر نجاح تكتيكي، أي بمعنى نجحت المجموعات بالاندفاع الأولى باتجاه السكنات، ولكن حتى الآن لا يزال الجيش ممسك بالمناطق الأساسية يعني كدوار الراموسة وبعض يعني المناطق كمعمل الإسمنت، ومن ناحية الشيخ سعيد دار العصافير، ولا تزال المعارك في الكلية الفنية الكلية الجوية حتى الآن الاشتباكات مستمرة. نعم. وأيضا لا تزال المعارك في مباني 10-70، لذلك ما جرى يوم أمس يعتبر هو يعني نجاح تكتيكي وهو يدخل في الجزئيات ولم يصل حتى الآن إلى التحول الاستراتيجي. في السياق العام هذا يعني يعني النجاح يوم أمس للمجموعات المسلحة من الصعوبة جدا الحفاظ عليه طالما لا يزال الجيش يتموضع في خطوط دفاعية ثابتة، خاصة أن منطقة العامرية لا تزال تحت سيطرة الجيش السوري. طيب. ممكن هذه العملية تعرقل ولكن لن تغير من السياق العام للإنجازات التي حصلت على يد الجيش السوري والحلفاء من محوري الليرمون الكاستيلو والوصول إلى بني زيد. ما يجري الآن هو نوع من التبادل يعني ما يشبه عمليات الكر والفر، خاصة عندما تتحول مناطق الدفاع إلى مناطق متداخلة يتعذر على الطيران التدخل، من الطبيعي أن يتم الانسحاب إلى مناطق أكثر أمان لإفساح المجال لاستعمال المنظومات الصاروخية. طيب. والطيران بكثافة لمعاودة الهجوم. طيب، هذا الخرق شكل ممر عسكري كما تقول المصادر العسكرية من حلب أستاذ سمير، بالتالي السيطرة النارية على هذا الممر كم تجعل حركة التنظيمات الإرهابية صعبة جدا في ظل هذا ربما السيطرة النارية على هذا الممر أو هذا الخرق الضئيل؟ وبالتالي السؤال التالي أو الشق الثاني من هذا السؤال، إلى أي درجة الفصائل الإرهابية المسلحة الموجودة في الأحياء الشرقية التي تحركت بالأمس بعد نداء من قبل جبهة النصرة والباقي التنظيمات الأخرى لكي تتحرك باتجاه مؤازرة باقي الفصائل بعد هذا الخرق؟ واضح تماما يعني هدف العملية هو كسر الطوق، وهذا لم يتحقق لغاية الآن. يعني النجاح في السيطرة على ممر وحتى الآن لا يعتبر آمن، كون الجيش في النهار يسيطر عليه ناريا وبالأسلحة الخفيفة بالبنادق والرشاشات يعني الكلاشينكوف وما إلى ذلك، لذلك يعني حتى الآن لا يعتبر نجاح. إنما أن تأتي المجموعات للمؤازرة، هذه المجموعات حتى الآن لم تستطيع يعني السيطرة على المناطق التي ممكن أن تؤمن خطوط إمداد من خان طومان وصولا إلى الراموسة. المعارك حتى الآن لا تزال في الكلية الفنية، لا تزال السيطرة على قسم كبير من 10-70، لا يعني تزال وحدات الجيش والمقاومة تؤمن منطقة الحمدانية بشكل كامل. لذلك من المبكر جدا الحديث عن نجاحات. نعم، ما جرى بالأمس هو خرق يعني لمر من الكليات، وهذا دفع بالمجموعات إلى تأمين ممر يعني لا يصلح سوى إلى المشاة وكل ما قيل عن القدرة على التوقيت. لذلك قلت إنه خرق أستاذ سمير وليس نجاح، وبالتالي الحديث المقبل ربما أو ربما البناء على هذه التحليلات العسكرية ربما ستجعلنا ندخل في عدة ربما تكهنات حول طبيعة ما يجري هنالك، خصوصا لاتساع المساحة الجغرافية التي يخوض فيها الجيش وحلفاء هذه العمليات العسكرية. ابقى معنا لو سمحت أستاذ سمير حسن. أعود إليك أستاذ عمر المقداد. الاستماتة في الهجمات المنكسرة حتى هذه اللحظة على أبواب حلب تسعى من خلالها الفصائل الإرهابية المسلحة والدول الداعمة إلى فرض معادلة جديدة في الميدان، قبل أن ندخل في الحديث عن جولة جنيف مقبلة، إلى أي درجة هنالك قدرة لهذه الدول عبر كل الدعم المقدم تركيا وسعوديا لهذه الفصائل الإرهابية قادرة على إحداث أي خرق ميداني يمكن أن يعول عليه في المقبل من الأيام إذا ما تحدثنا عن طوق حلب بشكل محدد؟
تماما. هلا خلينا نذكر انه من كم يوم حكى ديم ستورا عن جوله جديده من المفاوضات يجب يفترض ان تبدا. اذا نحن يعني امام حديث عن معاوده العمليه السياسيه، معاوده العمليه السياسيه تفترض من الطرف الاخر ان يضغط عسكريا بغرض او بهدف تحسين اوراق تفاوضه مع الدوله السوريه او القياده السوريه. تحت هذا العنوان اجى الهجوم اللي صار في جنوب حلب او الجنوب الغربي، نحن الان مع الهجوم السادس. لذلك انا بقول لك كان متوقع مع الإعلان أو يعني إعلان ديم ستورا عن هذا الأمر كان متوقع أنه رح نشهد هنا تصعيد عسكري في الجنوب، وكان متوقع أيضا أن تعمد هذه المجموعة في الشمال السوري، في الشمال السوري أيضا طبعا في جنوب حلب أنا بحكي جنوب نعم جنوب في الجنوب جنوب في المحور الجنوبي الغربي نعم. تمام، كان متوقع أن تلجأ هذه المجموعات الإرهابية إلى هذا التصعيد العسكري الهدف منه تخفيف الضغط عن المجموعات الإرهابية الموجودة في الحياة الشرقية من مدينة حلب، إرسال رسالة لهذه المجموعات الإرهابية رفع معنوياتها، ومن جانب آخر الضغط عسكريا على أمل تحسين أوراق التفاوض سياسيا. هلأ خليني أقول لك لو رحنا سياسيا وعسكريا، وأنا هون اللي يعني رأي آخر وهذا رأيي أنا يعني تحليلي الخاص. اليوم تحديدا الجيش العربي السوري يتحدث عن ثلاث كمائن صارت، بمعنى في تكتيك جديد عم يشتغل عليه الجيش العربي السوري. في كمين تم نصبه للمجموعات الإرهابية في كاسبة، في كمين تم نصبه للمجموعات الإرهابية في درعا طفس اليادودة، وفي كمين أنا باعتقادي تم نصبه للمجموعات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى كلية التسليح والكليات العسكرية والمشروع 1070. باعتقادي أنا الآن أنه الجيش العربي السوري عم يعتمد تكتيك إلى حد ما أنه ليس المهم أن تحتفظ بالمكان بقدر ما أن تقوم بتدمير هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، ولذلك يبدو وهون خليني لك هو تحرك ذكي أن تسحب وحداتك العسكرية أو الأفراد العسكريين أو الضباط تسحبهم من مكان إلى مكان أكثر يعني قوة ومنعة وتحصينا على أمل أن تظن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة أن حققت انتصار مباشرة تتسلل تنغمس بتفوت. الآن بيجي دور الجيش العربي السوري عبر الطيران وعبر مختلف صنوف الأسلحة أن يقوم بتدمير هذه المجموعات الإرهابية، وهذا اللي صار. نعم. إحنا أمام حديث عن مئات القتلى من صحيح. الإرهابيين اللي صار اللي أكثر ماتوا من 800 قتيل. نحن عن حديث عن آلاف من الجرحى، نحن عن حديث عن أماكن يعني تم تدميرها. نعم. فوق رؤوسهم بشكل كامل. لذلك الحديث عن إنه هذا المكان سقط او ذاك المكان سقط، انت بتعرفي نحن عم نحارب الجيش الامريكي وعم نحارب الجيش الاسرائيلي والجيش التركي وجيوش العالم، ولذلك نحن عم نحكي عن معركه كر وفر. وخليني اذكر لكل اللي عم يتابعونا الان انه سقطت تدمر ورجعنا استعدناها واماكن اخرى رجعنا استعدناها، نحن بمعركه طويله، لذلك المكان ليس مهم. اللي عم يشتغل عليه الجيش العربي السوري هو تحرير الناس. لذلك الان في عمليه حلب تحديدا مدينه حلب هون عم بحكي، نحن عم نحرر اهالي حلب من استخدامهم كدروع بشريه كرهائن بأيدي هذه المجموعات الإرهابية، لكن بالمقابل في أماكن أخرى الجيش العربي السوري عم يستخدم تكتيك عالي المستوى. نعم. شو هو؟ أنه يخلي هالمجموعات تفوت وبالتالي ينقض عليها ناريا. طيب أستاذ سمير، إذا ما ربطنا بالكلام الذي تفضل به الأستاذ عمر عن التكتيك العسكري الجديد للجيش العربي السوري وحلفائه في تلك المنطقة، إلى أي درجة عسكريا في ظل استمرار غارات الطيران الروسي والسوري على مواقع التنظيمات الإرهابية، إلى أي درجة هذا التكتيك يبدو ناجعا في ظل ربما الحديث عن منطقة كبيرة جدا مساحيا نتحدث جغرافيا، وبالتالي هنالك خوف أو ربما هنالك ثقة بأن هذه المجاميع الإرهابية لن تتمكن من تثبيت نقاطها في أي خرق في تلك المنطقة؟ يعني بالدرجة الأولى يجب الحديث عن أهمية هذه المجموعات. هذه المجموعات تمتلك يعني من الخبرة ولها باع طويل في حروب العصابات، وهي طورت أسلوبها يعني وأدخلت تحسينات كبيرة جدا يعني على عمل المجموعات العنصرية. بدون شك هذه المجموعات نحن أحيانا نقلل من أهميتها، هي هزمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، هي هزمة أمريكا في أفغانستان وفي العراق، لديها قدرة كبيرة جدا على المناورة ومبادلة يعني أي جيش نظامي هجمات، هي يعني لها إنجازات واضحة جدا في العمليات العسكرية. ما قامت به يوم أمس هو عمل يعني متقن جدا، ولكن لا يمكن أن تقاس أي معركة إلا بالشروط التالية. أولا الجيش السوري لم يفقد القيادة والسيطرة، وهو استمر على مبادلة يعني المجموعات المهاجمة بهجمات. على سبيل المثال عندما كانت تجري المعركة في كلية المدفعية كان يتقدم إلى المبيني 1070، أيضا عندما يعني جرى التقدم باتجاه
الراموسي كان هو قادر على تحسين دار العصافير من ناحية الشيخ سعيد وأيضا من معمل الإسمنت. فإذا الهدف الأساسي الجيش لم يفقد القيادة والسيطرة واستمر على مواجهة تلك المجموعات نتيجة تطور أسلوبه. أيضا لديه مزاوجة بين أسلوبه كنظامي بالإضافة إلى التماهي مع وحدات حزب الله، وهذا الذي أدى إلى وقف اندفاع تلك المجموعات. تلك المجموعات تمتلك قوة حقيقية وفاعلة ولديها قدرة طيب على مواجهة. السؤال التالي نعم. الهدف الثاني نعم. من هذه العملية كانت تهدف إلى فك الطوق يعني عن الأحياء الشرقية، وهذا لم يتوفر لها. لا تزال يعني إمكانية إغلاق تلك الثغرة قائمة، خاصة الجيش لا يزال حتى الآن يقاتل في الكلية الفنية وجزء من كلية المدفعية، وهذه مفارقة. في السابق عندما كانت هذه المجموعات تقوم باندفاعها بهكذا حشد كبير من إيلاف كانت تجتاح مناطق ومناطق، إنما ما جرى الآن هو ثبات حقيقي للجيش السوري، وهو تطور نوعي بأنه لا زال يعمل في نفس منطقة العمليات ومنع تلك المجموعات من التموضع. طيب السؤال لكي أختم هذه النقطة أستاذ سمير، حتى هذه اللحظة الخرق البسيط الذي تقدمت به الفصائل الإرهابية المسلحة، هل تخولها السيطرة على طرق استراتيجية في حلب أم لا؟ هي ما زالت بعيدة جدا عن هذا ربما التطور وهذا التقدم في تلك المنطقة. لا، أنا أعتقد مع مرور الساعات ستخسر يعني حتى هذا الخرق، يعني إذا لم تستطيع يعني التقدم باتجاه معمل الإسمنت أو دار العصافير ستضطر إلى الانسحاب. بالعكس يعني ما تحقق بالأمس هو بأكلاف بشرية عالية جدا، خاصة القوة المهاجمة فقدت الكتلة الصلبة من قواتها، وهذا لا يمكن ترميمه ببساطة. هذه نعم. المعركة في حلب، نحن يجب أن نكون واضحين يعني مع الرأي العام، هذه المعركة في حلب معركة كبيرة جدا، ومن يمتلك الاحتياط فيها سينتصر. ستحتاج إلى وقت طويل لأن هناك دول تقوم بدعم هذه المجموعات نعم. وتؤمن لها قيادة وسيطرة واتصالات، لذلك ليس بهذه البساطة ما يجري في مسرح العمليات نعم. إنما ما قام به الجيش السوري والحلفاء هو تحول لافت وتطور في أسلوب القتال، هو نجح نعم. في يعني المراوحة من ضمن يعني منطقة عمليات كبيرة جدا وألحق هزائم كبيرة في صفوف نعم. التنظيمات الإرهابية أستاذ نعم. سمير بالبداية نعم. نجحت المجموعات في التداخل مع الجيش، وهذا جعل الجيش الطيران يكون عاجز من استهدافه، لذلك كان من الضرورة الانسحاب ولو خسرت بعض نعم. المناطق الجغرافية. طيب ابقى معنا لو سمحت أستاذ سمير حسن. أستاذ عمر، المقداد هي معركة كبيرة أو معارك كبيرة تخاض اليوم، ضراوة المعارك تدل على ربما كما قيل على أنها معركة سحق إرادات قوى إقليمية وحتى دولية وعلى رأسها من الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد تعتقد على أن اليوم ما يجري هو عبارة عن مساحة مفتوحة أو حرب عالمية مصغرة في حلب تجري على أساس اليوم الحديث الأخير الذي جرى من قبل أوباما ومن قبل بوتين بين عدم ثقة الأمريكيين بالروس وحتى فلاديمير بوتين، وأيضا الحديث الروسي من قبل بوتين على أن أسلوب استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة لتحقيق أغراض جيوسياسية يشكل خطر كبير ولن يسمح به روسيا. كيف يمكن قراءة المشهد؟ طيب هلا لكن انطلاقا من حلب بطبيعة تمام لكن بس هلا خليني أوضح نقطة هامة في سياق بعجالة لو سمحت السياق العسكري تتحدث السياق العسكري نعم. مو بالضرورة الجيش العربي السوري أن يفصح على كل ما يقوم به من عمل، يعني هذا ليس بالضرورة، لذلك الناس اللي عم يتفرجوا علينا يعني يكونوا على بينة من إنه الأمن الحربي للقوات العربية الجيش العربي السوري هذا أمر هام جدا، وبالتالي كل ما يتم الإفصاح عنه هو بما يخدم العملية العسكرية تاليا بما يخدم العملية السياسية. خليني لك قد نكون احنا على موعد بعد ساعات مع إعلان آخر إعلان آخر يعني حول ما يجري في جنوب غرب حلب. هلأ اللي بدي لك يا بخصوص سؤالك تحديدا، اي نعم، بقدر ما يستطيع الجيش العربي السوري توسيع مساحة الأمان
استعادة مناطق كان يسيطر عليها الإرهابيين، استعادة سوريين كانوا موجودين للطرف الآخر مغرر بهم، بقدر ما يسقط من يد الأمريكي والإسرائيلي قدرته على قدرته على المزيد الحق المزيد من الدمار والفوضى في الأرض السورية. هذا اللي بدي لك اياه. الآن حلب تكاد تكون معركة عالمية، أو تكاد تكون الحرب العالمية الثالثة التي لم تجري. نحن الآن وتعرفي العدوان على سوريا كان هو يعني أحد أشكال تشكيل نظام عالمي جديد في العالم. تعرفي السنوات الأخيرة اللي سبقت العدوان على سوريا كانت تشهد تفرد أمريكي في قيادة العالم، صحيح. تفرد أمريكي في إدارة الأزمات، في العدوان، في القيام بحروب بغزوات. هذا الأمر لم يرق لدول عديدة في العالم، لذلك يعني كانت العدوان على سوريا كان يعني خليني لك وسيلة لهذه الدول، منها روسيا، منها الصين، منها دول أخرى، حتى تعيد ميزان إدارة العلاقات الدولية، ميزان إدارة الأزمات الدولية في العالم إلى شكله الصحيح. خليني لك إيه الآن، معركة حلب هي معركة كسر عظم بين من يريد أن يدير العالم وفق هواه، وفق شروطه الخاصة، وفق منطق العدوان والتدمير والقتل والربح الخاص والثروات، وفق مبدأ انتهاك حقوق الإنسان المستمر، وبين من يفكر بعلاقات اقتصادية دولية، بين من يفكر بحقوق إنسان، بين من يفكر بحريات وعدالة وتعاون اقتصادي يقوم على مبدأ المنفع المتبادل والمتكافئ بين مختلف الدول. إيه معركة حلب بهالخصوص هذا؟ وأنت بتعرفي أنه من 5 سنوات ونصف إلى الآن كانت وما تزال حلب تشكل نقطة الأساس في كل الخطط اللي عم يحطها الطرف الآخر للاعتداء على سوريا. خلينا نذكر أنه تركيا تحديدا تقوم تقريبا، وجهة نظري الخاصة، ب 99% من مجمل العدوان على سوريا، وبالتالي السيطرة على حلب هذا الأمر يعني يساعد الطرف التركي على المزيد من العدوان والمزيد من تحقيق أهدافه. بمعنى آخر، إخراج حلب من دائرة الصراع، إخراج استعادة حلب، عدم تمكين الطرف التركي ومن وراءه الأمريكي والإسرائيلي على أنه حلب تكون بيدهم أداة للمزيد من التدمير، هذا الأمر يزيد من قدرة السوريين على فرض الحل العسكري وبالتالي الحل السياسي. وبالتالي أنا بقول لكم أي صح، معركة حلب هي معركة، أو خلينا نسميها هي الحرب العالمية الثالثة، ونحن بالفعل عم نخوض الجيش العربي السوري والقوات الرديفة يخوض منذ 5 سنوات، يبدو على أنها 5 سنوات، لكن الآن معركة حلب مصغرة في معركة حلب هي بالخصوص هذا. إيه نحن عم نواجه الجيش الأمريكي يا جماعة، مين قال إنه داعش هي جيش أمريكي؟ واضح معداته أمريكية وتسليحه أمريكي وتمويله أمريكي وقرار العمليات اللي عم يتحرك فيه أمريكي، وحتى إسرائيلي وقطري وسعودي وتركي. نحن عم نواجه الجيش الأمريكي على الأرض السورية، وأمريكا تعتدي على سوريا على الأرض السورية، عم تنتهك وحدتنا وسيادتنا واستقرارنا. لذلك أنا عم أقول لك هي حرب عالمية ثالثة تخاض، ومعركة حلب هي الآن المنتصر في معركة حلب رح يثبت شروط الانتصار. سنتحدث بشكل مفصل عن هذه النقطة. أستاذ سمير حسن، ماذا تقول حلب بالجغرافيا عن مرحلة ما بعد الموجة الخامسة من الهجوم على المحور الجنوبي الغربي؟ نتحدث عن مرحلة طويلة من عمليات أو من معارك كر وفر بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، وبين الجماعات الإرهابية المسلحة من جهة أخرى. معركة حلب هي معركة سورية، هي معركة المحافظات الثلاثة، يعني إدلب، حلب، حماة، يعني بالتأكيد هي معركة فاصلة. ولكن بدون شك يعني طالما نجح الجيش السوري بالتمسك بالمناطق الأساسية التي تشكل خط الدفاع الأساسي عن حلب، يعني كالعمارة العامرية، دوار الراموسة، إضافة إلى الكلية الفنية الحمادينية، معمل الإسمان، دار العصافير من ناحية الشيخ سعيد، وقسم كبير من المجمع 1070، تبقى الأفضلية للجيش السوري لاستعادة ما فقده يوم أمس. وهذه المعركة تحتاج إلى بعض الوقت، إطالة المعركة هو لمصلحة، لأنه بذلك يقوم باستنزاف المجموعات المسلحة. وأعتقد يعني ربما تكون الساعات أو الأيام القادمة هي فاصلة من ناحية يعني استعادة يعني ما يعني خسره الجيش على مستوى يعني الكليات. ولكن بكل الحالات، بالرغم من كل الضجيج الإعلامي، ما جرى يوم أمس لا يتعدى الجزئيات يعني في السياق الاستراتيجي الذي حققه الجيش السوري. لا يزال الجيش السوري ممسك بالقيادة والسيطرة، وهذا عامل أساسي في عملية الحسم. طيب أستاذ سمير، سؤال أخير لك بنقطة لها صلة بواقع الجبهات الأخرى. إلى أي درجة هنالك تحضير من قبل معسكر واشنطن في هذه المرحلة للتحضير لربما هزائم أو ربما لا سمح الله انتصارات في أجزاء معينة في هذه المعركة في حلب؟ إلى أي درجة هنالك تحضير من قبل هذا المعسكر لجبهات أخرى، خصوصا على أن الجبهة الجنوبية كانت محط تصريحات مهمة وساخنة جدا من قبل سوريا وحلفائها، بالمقابل أيضا واشنطن وحلفائها في الفترة الأخيرة؟
أعتقد الحديث عن الجبهة الجنوبية هو تهويل لا قيمة له. تلك المجموعات حشدت كل ما تملك من مجموعات، وبالطبع هناك من قام بتجميعها، لأن التباينات كبيرة جدا فيما بينها، قام بتجميع كل تلك المجموعات فيما يعرف تحت مسمى جيش الفتح لتخوض هذه المعركة. إنما الجيش يقوم باستعادة ما بقي من أرياف اللاذقية، أقصد بالأمس تقدم على قلعة شلف وأصبحت تنسب بحكم الساقطة، ومن ثم ستكون المعركة في إجباني، وسيتحول الجيش إلى إبدامة السرمني، وبذلك يصبح على مشارف جسر الشغور، ما يجري من تحقيق انتصارات في الغوطة من تقدم للجيش من ميدعة باتجاه النشابين أو من حوش الفارة باتجاه إبدامة. لقد أدخل كل تلك المجموعات في حالة من الانهيار والتفكك، إنما المعركة الأساسية والفاصلة هي في حلب، وبدون الضجيج الإعلامي ولن يعني لنكون صريحين تحتاج إلى وقت. ما يقوم به الجيش السوري مع الحلفاء هو عمل جيد جدا ولم يكن في السابق متوفر، إنما الآن نجح بكسر يعني الروح المعنوية عن تلك المجموعات، والتي يعني كانت في السابق تعتمد يعني على المسألة المعنوية. فقدت الكتلة الصلبة من القوات المهاجمة، وهذا يحتاج إلى وقت للترميم. لا أعتقد هذه المجموعات بات لديها قدرة على التعويض أو التحشيد. أنا أشكرك جزيلا الشكر أستاذ سمير حسن الخبير في الشؤون العسكرية، وكنت معنا هاتفيا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وينضم الآن إلينا مشاهدينا عبر خدمة سكايب من برلين الدكتور سعيد دودين، مدير مؤسسة عالم واحد للأبحاث. أهلا بك معنا أستاذ سعيد أو دكتور سعيد. تحياتي لمشروع تحياتي. أهلا بك. نتحدث اليوم عن قدرة الجيش العربية السورية وحلفائها على كسر خامس أو سادس هجمة من هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة على المنطقة الجنوبية الغربية من حلب. ما هو تقييمك ورأيك لما جرى بالأمس، وما سيجري لاحقا من محاولات التنظيمات الإرهابية المسلحة فك الطوق عن الأحياء الشرقية التي تواجد فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة؟ سميرة الكريمة، الخبراء العسكريين الذين يتابعون المحاولات المستميتة لعصابات المرتزقة الفاشية لتحقيق أهدافها للهيمنة على العاصمة الاقتصادية لسوريا، هم يقارنون أداء الجيش باسلات وبواسل الجيش العربي السوري أمام عشرات الآلاف من عصابات المرتزقة الفاشية بأداء حلف شمال الأطلسي مجتمع في أفغانستان في مواجهة 18 ألف مسلح. علينا أن ننظر للواقعية، هناك ما يقوم به الجيش العربي السوري هي فعلا بطولات أسطورية، وهذا ليس من قبيل الحديث الإعلامي إذا ما قرن كما ذكرت بأداء حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. القوى المستميتة للوصول إلى هذا الهدف هي غير مرئية سيدتي. يتم الحديث عن الجيش الإسلام، أحرار الشام، جند الشام، الحزب الإسلامي التركستاني، حركة نور الدين الزنكي، الجبهة الشامية، جبهة أنصار الدين، فيلق الشام، لواء الحق، جيش السنة، وهناك 11 فصيل تحت خلف الجيش السوري. خلف هذه القوى هناك الآلاف من المرتزقة. ألو، تفضل أستاذ دكتور سعيد. في فقط بضعة آلاف مما يطلق عليهم أمراء في مملكة آل سعود يحصلون على مليارات من أجل تزويد هذه عصابات المرتزقة الفاشية عبر شبكة رهيبة من المرتزقة في لبنان في الأردن وفي تركيا، وحصل هؤلاء على أموال
طائلة عبر استنزاف دماء الشعب السوري، وهم يهمهم الانتصارات ولو انتصارات شكلية في حلب، وهم مستميتون الآن من أجل استمرار جرائم هذه العصابات في حلب، وستستمر هذه لسببين: أولا لاستمرار عملية التمويل، والسبب الثاني هو أن حلف شمال الأطلسي يسمح بفتح حدود، وما يطلق عليه الحدود التركية السورية لا. هي حدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، أي أن هذه الحرب العدوانية على سوريا هي يقودها فعلا حلف شمال الأطلسي، ويقودها مستعمرة العنصريين الصهاينة. ونحن تابعنا مجرم الحرب برنارد هنلي ليفي، وهو نعم. يجتمع مع هذه العصابات، الجنرالات المستعمرة الصهاينة في تركيا هم من ينسقون. طيب سنتحدث بشكل مفصل دكتور سعيد عن الدور التركي ومآلاته في المرحلة المقبلة قبل يوم من لقاء بوتين بأردوغان في سان بطرسبرغ. ابقى معنا لو سمحت دكتور سعيد. أستاذ عمر المقداد، اليوم كما أشار الدكتور سعيد تودين، اليوم أيضا ما يجري اليوم في حلب هو صراع إرادات أيضا دولية بين روسيا والأطلسي بشكل محدد، أتحدث عسكريا دكتور سعيد. اليوم عفوا دكتور عمر، اليوم أصبحت حلب رمز لقدرة موسكو على ترسيخ دورها الإقليمي، أم تراه أبعد من ذلك بكثير بالنسبة للدور الموسكو فيما يجري اليوم في الميدان السوري منذ 5 سنوات وحتى اليوم؟ هلا لا شوفي، خلينا نكون واضحين، روسيا هذا هو أدائها في الأزمات الدولية. يعني لو طلعنا خارج سوريا، لكنها تفوق كثيرا في الحرب على سوريا، سوريا باتجاه آخر، في أزمات أخرى موجودة في العالم، رح تلاقي أن الدور الروسي في الأزمات الأخرى على المستوى الدولي هو نفسه، هو مع قيم الحرية والعدالة والمساواة، هو مع احترام حقوق الإنسان، هو مع علاقات اقتصادية دولية متكافئة، هو مع احترام الغير. إذن أداء روسيا في مختلف الأزمات الدولية هو واحد. هلأ قد يزيد في الأزمة السورية أو قد ينقص في أزمة أخرى، هذا أمر آخر، لكن الأساسيات التي تحكم السياسة الخارجية هي نفسها التي تحكمها في أي أزمة أخرى. هلأ خليني لك إيه، تتقاطع أهداف سوريا على المستوى الشعبي، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، مع أهداف روسيا في هالمجالات هي وفي مجالات أخرى. إذا طالما تقاطعت الأهداف، إلى مانع أنه نحن وروسيا نشكل، وإيران والدول الأخرى اللي تدعمنا، الصين وغيرها، نشكل يعني نقطة أساس في إعادة إدارة العلاقات الدولية، الأزمات الدولية، القضايا الدولية بشكل آخر. بهالأساس أنا بلك إيه، روسيا عم تركز على أنه حلب تكون الممر لإعادة، يعني خلينا نقول الأمريكي، يعني إيقافه عن جنونه، إيقاف الإسرائيلي عن جنونه، إيقاف التركي عن جنونه. وخلينا لك، نحن عم نحكي بكرة في لقاء بين بوتين والرئيس التركي، راح يصير حكي بشكل مفصل في الملف الثاني. لكن أنا بقول لك، أداء روسيا في كل الجغرافيا السورية هو نفسه، يعني محكوم بالعناوين الاستراتيجية، بالأهداف الاستراتيجية، لكن في المجال العسكري عم تحاول روسيا أنه تساعدنا بكل ما تستطيع من قدرات وإمكانات في سبيل أنه سوريا تكون دولة حرة مستقلة ذات سيادة، عدم تقسيم سوريا، الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، الحفاظ على خيار السوريين، وبالتالي الرد على كل محاولات الطرف الآخر الاعتداء على سوريا. بالسياق هذا أنا بقول لك إيه، حلب تشكل نقطة استراتيجية لروسيا في إدارة سياساتها في المنطقة والعالم. نعم. طيب بالتالي سنتحدث بشكل مفصل عن مآلات الدور الأمريكي، وإلى أي درجة تلعب ربما السعودية اليوم دور مؤثر في ما يجري اليوم في حلب، وما يمكن أن يجري ربما في جبهات أخرى يتوقعه الكثير من المحللون وحتى الباحثون بما يخص مستقبل الحرب في سوريا ومستقبل الحرب على الدولة السورية، بما لا يخدم حتى هذه اللحظة المصالح الأمريكية. ابقى معنا لو سمحت أستاذ عمر، وحضرتك دكتور سعيد دودين، حيث أكد مشاهدينا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أكد أن سوريا رغم الحرب الإرهابية التي تشن عليها والأزمة التي تعيشها والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة عليها، تقوم بتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في سوريا رغم الاعتداءات على مخيماتهم ورغم الحرب الإرهابية عليها. جاء ذلك خلال استقبال المعلم للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيير كريمبول والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين حكومة الجمهورية العربية السورية
سوريا والوكالة التي تواصل سوريا تعزيزها لمصلحة الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في سوريا. من جهته أشاد المفوض العام للوكالة بالجهود التي تستمر الحكومة السورية في بذلها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين والدعم والرعاية التي تقدمها لهم، أكد تفهم الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا ومسؤولياتها في حماية وحدة أراضيها وجميع المواطنين فيها بما في ذلك الفلسطينيون المقيمون. وكان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين قد التقى كريمبول والوفد المرافق له، حيث جرى نقاش مستفيض حول التعاون المشترك بين سوريا والأونروا بما في ذلك جهود الحكومة السورية لإدخال المساعدات الغذائية إلى مخيمات الفلسطينيين في سوريا وإبعاد خطر التنظيمات الإرهابية من هذه المخيمات ومنع حدوث جرائم إرهابية كالتي ارتكبتها عصابات نور الدين الزنكي عندما أقدمت على ذبح الطفل الفلسطيني عبد الله عيسى من مخيم حندرات في حلب. دكتور سعيد دودين، في كل معركة مفصلية منذ 5 سنوات وحتى هذه الساعة من الحرب على الدولة السورية، نرى على أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي بالملف الإنساني لكي تحاول استثماره في السياسة. إلى أي درجة اليوم ما يجرى ويجري في حلب من محاصرة الجماعات الإرهابية المسلحة في الأحياء الشرقية ربما قد تشكل ورقة قد تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية في تغيير شروط التفاوض السياسي في مرحلة مقبلة، وإذا إلى أي درجة هي قادرة على ذلك في ضوء التعنت الروسي والسوري في على أن الاستراتيجية الإنسانية المتبعة من قبل سوريا وحلفائها ناجعة وقائمة بحد ذاتها منذ 5 سنوات؟ سيدتي لا أريد النظر إلى دموع التماسيح، اسمحي لي ما هي حقيقة الحرب العدوانية على سوريا وما هي الاستراتيجية الروسية وخلفيات هذه الاستراتيجية. هناك استراتيجية معلنة للنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي وهي استراتيجية الهيمنة الكونية، وتم ترجمة استراتيجية الهيمنة الكونية في أوروبا في حروب عدوانية في ضد الشعب اليوغوسلافي جورجيا وما يحصل الآن في أوكرانيا، والأصدقاء الروس وأنا على تواصل دائم معهم يدركون تماما أن هذه استراتيجية الهيمنة الكونية موجهة بشكل أساسي، هي استراتيجية حرب عدوانية ضد روسيا والصين أيضا. هذه النقطة الأولى، عندما تحدث الأصدقاء في روسيا يدركون تماما أن الجيش العربي السوري الذي يواجه استراتيجية الهيمنة على مستعمرة الشرق الأوسط الكبير وهي الاستراتيجية التي أعلنها الجنرال ويسلي كلارك في 20 يناير 2001 بدءا باحتلال العراق وهذا ما تم، ثم ليبيا وسوريا. الأصدقاء في روسيا يدركون أن الجيش العربي السوري يدافع أيضا عن أمن وأمن. وبالتالي دكتور سعيد يعني هذه الورقة ناجعة أمريكيا في المرحلة المقبلة، هي الورقة الإنسانية التي أتحدث عنها ولا أتحدث عن حلف شمال الأطلسي، أتحدث عن الورقة الإنسانية، إلى أي درجة هي قادرة على تعديل بنود التفاوض في المرحلة المقبلة بيد الأمريكي لفائه؟ ما يطلق علي التفاوض، اسمحي لي بمثل. ماذا منذ الحرب التوسعية الثالثة لمستعمرة العنصرين الصهاينة عام 1967 ليومنا هذا، هناك من يهذي خلف سراب التفاوض الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حلول سياسية، هي تسخر صراعات من أجل فرض نظام الهيمنة. طيب. الهدف المعلن هو الهيمنة على مستعمرة الشرق الأوسط الكبير، وهذه الاستراتيجية تم ترجمتها عمليا في الحرب العدوانية على العراق، في الحرب العدوانية التي شنها الصهاينة 2006، نعم، على لبنان، في الحرب العدوانية على ليبيا. لا، سياسة الحلف الشمال الأطلسي، طيب، هي نقيض لكل ما يمت
هذا واضح. الإنسانية بصلة. ابقى معنا لو سمحت دكتور سعيد دودين، أستاذ عمر المقداد. وفق رؤية الدكتور سعيد دودين وهو يحاول أن يركز بشكل محدد على حلف شمال الأطلسي ودوره العسكري في بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، اليوم بهذه المرحلة الميدانية في سوريا بعد 5 سنوات ونيف، الأمريكيون اليوم لا سيبقون منخرطين في الرهان على استنزاف الجيش العربي السوري وحلفائه وحتى إطالة الحرب، وهو منطق إدارة أوباما الحالية إذا ما قرأنا بشكل محدد تصريحات أوباما منذ يومين الأخيرة. طبعا أتحدث عندما هاجم ترامب، عندما تحدث عن كلينتون، وعندما هاجم أيضا وتحدث عن عدم الثقة بالروسي، وأن سوريا هي المجتمعات حول سوريا هي ما زادت الشيب في رأس أوباما. شوفي، في قضايا لو نرجع نحن للتاريخ بنلاقي الجواب عليها، يعني أي سؤال قد يطرح الآن إذا عدنا للتاريخ. خلينا نذكر بتصريح لبن غوريون أطلقه بالخمسينات، كان يقول إنه أهم جائزة تحصل عليها إسرائيل في المستقبل هي القضاء على أهم 3 قوى عسكرية، مصر، سوريا، العراق. لاحظي الآن ما يجري، تدمير الجيش العراقي، تدمير الجيش السوري، تدمير الجيش المصري، هذا هو المطلوب الآن. نعم. وهذا ما يجري الآن. إذا الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة شو هي؟ هي استراتيجية إسرائيلية. شو الغاية منها؟ الغاية منها تدمير القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية، وأي يعني قدرة تستطيع من خلالها أي دولة عربية أن تقف بوجه إسرائيل، تدمير هذه الدولة، إنهاءها، إخراجها من دائرة الصراع. الآن ما يجري هذا هو ببساطة شديدة، للأسف الشديد مجموعات إرهابية مسلحة، سوريين وغير سوريين اعتقدوا بلحظة معينة أنه هني عم يركضوا وراء سراب معينة، باعوا أنفسهم للشيطان، وبالتالي قامت هذه المجموعات الإرهابية بالاعتداء على الجيش العربي السوري، الاعتداء على الجيش العراقي، والاعتداء على الجيش المصري. الآن أنا يعني أسأل سؤال جدا بسيط، لمصلحة من إخراج هذه الجيوش الثلاثة من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي؟ بالتأكيد إسرائيل هي المستفيد، وبالتالي أنا برجع بقولك هون سوريا الآن تشكل بشكل أو بآخر الحلقة الأساسية في إعادة تشكيل النظام السياسي العالمي الجديد. يعني مصير أو المنتصر في هذه المعركة على يعني هو سيحدد كيف بدي اقول لك ملامح النظام العالمي الجديد، وبالتالي عم تلاحظي انه النظام الامريكي يواصل المزيد من خطط التدمير وخطط الفوضى والتخريب في سوريا، في حين الطرف الروسي والدول الاخرى التي تدعم سوريا تحاول قدر الامكان انهاء هذا الوضع سواء بالشكل العسكري او بالشكل السياسي، وبالتالي انهاء حاله العدوان، الذهاب باتجاه المفاوضات التي يمكن ان تسفر عن حل لهذه الازمه. وبالتالي انا بقول لك الان معركه حلب بهالخصوص هذا عم تشكل احدى الحلقات اللي خليني لك الاكثر شده، الاكثر خطوره، الاكثر تقريريه او مصيريه لهذا الطرف او ذاك في الذهاب الى الحل السياسي. نعم دكتور سعيد دودين، انطلاقا من رؤيتك لدور حلف شمال الاطلسي في هذه المرحلة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أتحدث عن الحرب على الدولة السورية، إلى أي درجة تعتقد على أن اليوم الإدارة الحالية الأمريكية تريد أن تمرر الوقت فقط لكي تقول على أنني قد قمت بما يجب أن أقوم به في مرحلة سابقة والروسي هو الذي لا يلتزم بالتفاهمات معي، وبالتالي نتحدث عن مرحلة يمكن أن تخرج فيها أمريكا أو تقول على أنني لن أبقى ضمن التفاهمات أو الشروط مع الروسي في هذه المرحلة؟ سيدتي، ما هو بيت القصيد؟ هناك استراتيجية اعتمدت من قبل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، وخطورة هذه الاستراتيجية خوض سلسلة من الحروب دون خسارة جندي ودون دفع دولار واحد. هذه خلفية في مؤتمر لندن تم اعتماد 8,000 مرتزق لتجميع 150,000 من 49 دولة تنفيذا لاستراتيجية خوض حروب دون خسارة جندي، وكلف لقطاع حلف شمال الأطلسي في جهلستان في شبه الجزيرة العربية بالقيام بتمويل هذه الحرب العدوانية تنفيذا لاستراتيجية خوض حروب دون خسارة جندي واحد. السؤال هو هل تغيرت استراتيجية الهيمنة الكونية للنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي؟ هل تغيرت استراتيجية
استراتيجية الهيمنة على مستعمرة الشرق الأوسط الكبير. لا يا سيدتي، لا زال آلاف من الجلابين حول العالم مستمرون بجلب حثالات شعوب العالم بتمويل من مجرمي الحرب في شبه الجزيرة العربية، وخاصة آل سعود وآل طش أو آل ثاني، لازالوا مستمرين ولازالوا حتى في دول حلف شمال الأطلسي. أنا أتساءل، هل تم تجنيد عصابات المرتزقة الفاشية من دول حلف شمال الأطلسي؟ طيب بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وجلبهم عبر طيب تركيا. وفي ضوء هذه الرؤية العدوانية من قبل حلف شمال الأطلسي التي باتت معروفة للجميع، دكتور سعيد دودين، اليوم نتحدث عن خروج أمريكا من التفاهمات مع الأمريكي، عفوا مع الروسي، في هذه المرحلة الميدانية الحساسة من سوريا، نتيجة خروج إدارة أوباما من الحكم في البيت الأبيض، نعم أم لا؟ سيدتي، ماذا تقول السيدة كلينتون وهي مجرم حرب؟ ألم تعلن بأننا سندمر سوريا دفاعا عن إسرائيل؟ نعم. ألم تعلن هذه المجرمة وهي لقيطة لخيم صبان الصهيوني الذي يمول أسرة كلينتون 25 سنة؟ ألم تقول سأسمح لإسرائيل بإبادة 200 ألف فلسطيني؟ لا يا سيدتي، استراتيجية النازيين الجدد في واشنطن وأحلامهم الهتلرية في الهيمنة الكونية لم تتغير، ولم تتغير إلا بتطوير جبهة عالمية مناهضة للفاشية من أجل هزيمة استراتيجية الحروب العدوانية من أجل الهيمنة الكونية. طيب، هذا تحدي لكافة القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية. طيب ابقى معنا لو سمحت دكتور سعيد الدين. أستاذ عمر المقداد، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ أو الدكتور سعيد دودين، وإلى أي درجة اليوم تمكنت روسيا وحلفائها من كسر هذه الاستراتيجية العسكرية العدوانية تجاه منطقتنا ومنطقة الشرق الأوسط؟ تمام، نحن خلينا نذكر أنه عام 1996 تم الإعلان عن خطة أمريكية اللي هي كلين بريك، تتذكري المحافظين الجدد اللي شغلوا العالم بنهاية التسعينات عام تقريبا 94-95، وخلال فترة كلينتون الثاني والأولى وبوش الأولى والثاني. أساسا جورج بوش كرس كل سياساته الخارجية تحديدا لخدمة مخطط المحافظين الجدد، الذي كان المخطط تحديدا الهدف الأساسي تبعه تمكين إسرائيل من أن تكون القوة الوحيدة في المنطقة، وتدمير كل ما هو موجود في المنطقة من قدرات عسكرية وسياسية وعسكرية ونفسية وفكرية. بالتالي خلينا نقول الآن المشهد اللي عم تشهده المنطقة الآن، مشهد الدمار، مشهد التخريب، مشهد الفوضى، تدمير هذه الجيوش العسكرية، هو تنفيذا لما نادى به المحافظين الجدد في فترة عام 1996. اللي عم يقول لك الآن، بنهاية الحرب الباردة عام 1991 تفردت أمريكا في قيادة العالم، قامت بعدد من الغزوات، قامت بعدد من الحروب، كان لابد أن يتم الرد عليها بمرحلة معينة. الآن روسيا والصين ودول أخرى عديدة في العالم ترد على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل من يريد لسياسة إدارة العالم أن تستمر وفق ما تريده واشنطن، ترد عليهم بأنه لا يجوز لهذا المنطق أن يستمر كثيرا في العالم، لكن المحافظين الجدد وكما أسماهم الدكتور سعيد النازيون الجدد يريدون لهذا المنطق أن يستمر. خليني أذكرك أيضا أنه الآن نحن خلينا نسأل سؤال كثير بسيط، يعني هذه القوة النافذة الموجودة في العالم لماذا لا تريد للأزمات أن تنتهي؟ يعني خليني أسأل، هل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد حلا للصراع العربي الإسرائيلي؟ باستطاعتها أن تلاقي له حل، لكن هي لا تريد أن ينتهي هذا الصراع. السبب لأنه في نازيون جدد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، رأسماليين، تجار، صناعيين، هؤلاء حياتهم ومبدأهم في تكديس الثروات مرتبط باستمرار الأزمات وليس بإنهاء الأزمات. طيب، سأتحدث في الملف الثاني عن الدور التركي ومآلاته فيما بعد لقاء بوتين أوباما، وإلى أي درجة هنالك تأثير للدور السعودي بمجمل الخيارات الأمريكية في الحرب على الدولة السورية وواقع الأزمة في سوريا؟ ابقى معنا لو سمحت دكتور عمر، وحضرتك دكتور سعيد دودين، فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدينا ابقوا معنا إن شئتم.
الآن نتحول إلى غرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات مع الزميلة ليمونة صالح. إليك ليمونة. شكرا لك رانيا، أصبحت مساء مشاهدينا. إليكم أخبار الحدث، نبدأ بهذا الخبر من فلسطين، حيث جدد مستوطنون إسرائيليون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة عبر مجموعات متتالية. في غضون ذلك اعتقل الاحتلال حارسا من أمام منطقة باب الأصباط، في حين تصدى المصلون في المسجد للاقتحامات التي تتم بحراسة شرطة الاحتلال للمستوطنين خلال اقتحاماتهم وجولاتهم الاستفزازية. وفي غزة استهدفت جنود الاحتلال المزارعين الفلسطينيين شمال وشرق القطاع. قتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش في عملية للجيش العراقي شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وقال الجيش في بيان إنه تم تدمير سيارة تابعة لداعش وقتل من فيها في منطقة بروثا شمال الرمادي، كما دمر سلاح الجو العراقي مخزن أسلحة للتنظيم الإرهابي في منطقة الكسيريات غرب المدينة. وكانت القوات العراقية قد قضت على عشرات الإرهابيين بقصف فين استهدف مواقعهم في جزيرة الخالدية. خبرنا الأخير من اليمن، حيث شن طيران النظام السعودي عدة غارات استهدفت محافظتي صعدة وجيزان في اليمن. وقال مصدر أمني يمني إن الغارات استهدفت مركز مديرية الصفراء في صعدة، ما أدى إلى تدميره واحتراق سيارتين. كما شن طيران النظام السعودي أكثر من 20 غارة على الحثيرة في قطاع جيزان. وردا على العدوان، أكد مصدر عسكري يمني مقتل وجرح عدد من المرتزقة في منطقة الحريقية في تعز إثر استهداف تجمع لهم من قبل الجيش اليمني ولجان الشعبية. كانت هذه أخبار الحدث، أما الآن نعود لمتابعة باقي ملفات الحدث مع زميلة رانيا عثمان. إليك رانيا. شكرا لك ليمونة. العلاقة الوثيقة والرعاية والدعم المستمرين من قبل النظام التركي للتنظيمات الإرهابية في سوريا سياسة ثابتة ضمن الدور الذي يؤديه نظام أنقرة في خدمة المشروع العدواني الذي يستهدف شعوب المنطقة. وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية ترافق إرهابي جبهة النصرة في حلب وتصور اعتداءاتهم في دور آخر يستكمل مشهد تبني أردوغان ونظامه للتكفيريين، فيما تواصل مؤسسات ما يسمى بالمجتمع الدولي صمتها عن رعاية الإرهاب وتنسيها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الخطر الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، في مشهد مكشوف يؤكد من جديد التواطؤ مع الإرهاب العالمي. دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية في سوريا تجاوز الدعم العسكري واللوجستي ووصل درجة تقديم الخدمات الإعلامية لها. وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية ترافق إرهابيي جبهة النصرة في حلب وتصور معاركهم بكاميرات فائقة الدقة. موقع سنديكا الإعلامي ذكر أن وكالة الأناضول تلعب دورة آلة البروباغاندا الإعلامية للإرهابيين وترافقهم في كل تنقلاتهم في حلب. دلائل تكشفها تفاصيل المشهد التي تنشرها الوكالة وجبهة النصرة الإرهابية معا. ليست وحدها وكالة أنباء الأناضول من يقود الحرب الإعلامية ضد سوريا، بل هناك العديد من المحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء والصحف الموالية لنظام أردوغان تتبع سياسة الترويج لأخبار التنظيمات الإرهابية في سوريا لرفع معنوياتها وتبييض صورتها أمام الرأي العام التركي الذي ضاق ذرعا بدعم أردوغان للإرهاب وما جلبه من ويلات على الداخل التركي أيضا.
في حين يتناسى إعلام النظام التركي الحديث عن حالات التعذيب التي تجري داخل السجون التركية بحق جنود وضباط الجيش، وتلتزم الصمت تجاه ما يجري في مدن جنوبي شرقي تركيا التي تغلي على صفيح من نار، ولا يمضي يوم فيها دون سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى خسائر كبيرة في حرب عبثية يزج بها أردوغان قواته دون جدوى. لمناقشة هذا الملف نرحب من جديد معنا في استوديو الحدث بالأستاذ عمر المغداد الكاتب والإعلامي. أهلا بك من جديد معنا أستاذ عمر. ونرحب أيضا من جديد عبر خدمة سكايب من برلين بالدكتور سعيد دودين مدير مؤسسة عالم واحد الأبحاث. أهلا بك معنا من جديد دكتور سعيد. دكتور سعيد تسمعوني؟ نعم نعم تحياتي. أهلا بك من جديد. سؤال الأول لك في هذا الملف دكتور سعيد، كان ملاحظ جدا الحملة الإعلامية المرافقة للهجمات الإرهابية في حلب على المحور الجنوبي الغربي، وكأن الدول الإقليمية وحتى أمريكا وحلفائها تريد من هذه المعركة أن تكسبها إعلاميا قبل أن تكسبها عسكريا. إلى أي درجة اليوم هنالك نجاعة لهذا الدور، لهذه الاستراتيجية، لهذه المقدرة الأمريكية التركية على تجيش كل آلتها الإعلامية باتجاه النصرة وأدواتها الإرهابية في الميدان السوري وتحديدا الحلبي منه؟ أولا قبل الإجابة على هذا السؤال، لدي 54 صديق وصديقة من الإعلاميين الأتراك الذين يقبعون الآن في زنازين مجرم الحرب أردوغان لقيامهم بواجبهم الإنساني والأخلاقي بكشف الدور التركية الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي في الحرب العدوانية. اسمحي لي أن أحيي هؤلاء الرفيقات والرفاق في سجون أردوغان، وأؤكد مرة أخرى بأن الحرب العدوانية على سوريا ستفشل، بأن السلطة اليمين المتطرف في أنقرة ستسقط، وأن شمس الحرية ستسطع لا محالة. سيدتي اسمحي لي أن أكرر، العديد يتحدث عن، لدي سؤال محدد، هل باستطاعة حكومة أردوغان أنا أعلم اتفاقيات حلف شمال الأطلسي، هل باستطاعتها أن تسمح لمجرم لإرهابي واحد التسلل، أكرر، عبر الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي دون موافقة بروسل، دون موافقة حلف شمال الأطلسي؟ أنا أعلم تماما أنهم لن يستطيعوا القيام بذلك. وهناك مسألة لا يتم التطرق لها، الولايات بلغت مديونية الولايات المتحدة الأمريكية الآن 20 تريليون دولار، هي كيان مفلس ولن تستطيع شن هذه الحرب العدوانية دون التزام لقطائها في شبه الجزيرة العربية بتمويل. طيب بالتالي نعود لسؤالنا دكتور سعيد، إلى أي درجة هذه الاستراتيجية الإعلامية ستبدو للكثيرين وتحديدا لتركيا على أنها ناجعة في كسب المعركة إعلاميا قبل أن تكسبها عسكريا؟ سيدتي هذا ليس جديد، منذ مارس 2007 منذ مؤتمر لندن الذي عقد وجلب المعتوة القرضاوي وتم تأسيس هذا المؤتمر، كافة المؤسسات إنتاج الرأي في دول حلف شمال الأطلسي قامت بتسويق عصابات المرتزقة الفاشية كأبطال حرية، كمناضلين من أجل الحرية. هذا ليس جديد، على العكس تماما. أنا أعلم 6 أشهر قبل صدور الأمر ببدء المجازر في سوريا صدرت الأوامر إلى العربية والجزيرة وإلى ببغاءات الرجعيات العربية ببدء، وبدأوا حملة إعلامية من أجل تهيئ المناخ للحرب العدوانية على سوريا. هذا بدأ في أكتوبر 2010 قبل 6 أشهر من إصدار الأوامر ببدء المجازر في سوريا. ليومنا هذا لم تتغير استراتيجية ببغاءات حلف شمال الأطلسي في الفضائيات في تكرير
أسخف الأكاذيب وتسويق هذه العصابات الفاشية كمناضلين من أجل الحرية. ابقى معنا لو سمحت دكتور سعيد الدين. أستاذ عمر المقداد، هذه الاستراتيجية الإعلامية عرفناها منذ بداية الحرب على الدولة السورية، واليوم نراها بزخم أكبر في الميدان الحلبي، وبالتالي تعودنا لنقطة مهمة على أن حلب هي التي ستحدد شكل الصراع وحتى شكل مستقبل المنطقة في مرحلة ما. إلى أي حد توافق الدكتور سعيد على أن هذه الأداة مستمرة؟ وإلى أي درجة هنالك وعي من قبل الشعوب المنطقة على أن هذه ربما الاستراتيجية لن تؤتي أكلها في ضوء انكشاف المخطط الأمريكي وفي ضوء معرفة شعوب المنطقة وحتى حكام بعض شعوب المنطقة على أن ما يجري اليوم هو محاولة لعدم صعود روسيا والصين إلى صدارة المجتمع الدولي من المشهد الدولي، بالتالي نتحدث عن فشل هذه الاستراتيجية العسكرية. طيب خليني أقول لك أن احنا من 5 سنوات ونصف للآن نتعرض لحرب إعلامية هائلة. صح في حرب عسكرية تتعرض لها الدولة العربية السورية، المجتمع العربي السوري، لكن في حرب إعلامية هائلة يتعرض لها السوري من 5 سنوات ونصف إلى الآن. وحتى ولو سألتي أي سوري راح يجاوبك وراح يقدم لك عشرات الأمثلة. خليني نضرب العدوان الأخير الآن بالهجومات الأخيرة على جنوب غرب حلب. خلينا نذكر، مع بدء الهجوم الأول مباشرة الجزيرة والعربية وأخواتها أطلقت مشاهد فيديو للكليات العسكرية أنه هاي الكليات سقطت، وهي المشاهد تعرض الكليات التي تمت السيطرة عليها. لكن فات هذه المجموعات قصة أنه كان المسلحين لما يفوتوا على مكان كانوا يعملوا صورة سيلفي لهم، فوعوا بهالمشكلة هاي، فكان لابد انتبهت. ونحن حكيناها بالإعلام أنه لا، الكليات لم تقع بدليل أنه المسلحين تبعكم كانوا لما يفوتوا على أي مكان يعملوا صور سيلفي ويصوروا المكان ويصوروا حالهم. هالمرة ليش اللقطات مانا موجودة؟ هذا بيظهر من جانب آخر أنه في هناك غرفة عمليات بتوزع الأدوار بدقة وعناية، تحدد لكل مجموعة سواء كانت إعلامية أو عسكرية أو لوجستية أو استخباراتية دورها بعناية. وبالتالي كان مطلوب من وكالات الأنباء، من وسائل الإعلام الموجودة في المنطقة والعالم، تقوم بهذا الدور، تبث هذه الأشرطة وترسل صحفيين، ترسل مراسلين. بتعرفي الآن المراسل اللي بيتابع بعملية غزو العراق كان المراسل العسكري الأمريكي معداته كاملة، كان هو محطة عسكرية، محطة إخبارية متكاملة بينقل الحدث مباشرة. وبالتالي المجموعات الإرهابية مع مراسلين للجزيرة والعربية ووكالة أنباء الأناضول ومختلف الوكالات، هي الغاية منها إسقاط هذا المكان نفسيا وإعلاميا قبل أن يسقط عسكريا. الآن هذا اللي بدي لك إياه. نحن الآن بمعركة حلب أمام يعني إعادة تشكيل النظام السياسي العالمي الجديد، والآن الدول الأخرى عم تحاول بكل ما تستطيع من قوة أنه هي تسيطر على حلب وتعتبر حلب هي المنطلق للسيطرة على المنطقة والعالم. لك اللي عم يصير أنه المجتمع العربي السوري، وخلينا نذكر هون بقصة، السوري اللي صمد 5 سنوات ونصف سيصمد أكثر. السوريين لو بدون يخسروا الحرب كانوا خسروها من أول شهرين. خلينا نذكر أنه حلب ظلت لحد نيسان 2013 آمنة. وأنا مبارحة بدي رد على أحد الإعلاميين اللي قال حصار 6 سنوات سقط ب6 ساعات. هذا الحكي كذب. أولا الحرب هي 5 سنوات ونصف. 2 حلب ظلت لنيسان 2013 آمنة مستقرة. بعد هذا التاريخ المجموعات الإرهابية المسلحة هي اللي حاصرت حلب. كلياتنا بتذكر وكلياتنا بتذكر. ولم يتحدث لا أمريكي ولا الصورة ولا غيره. الآن الصورة تعيد نفسها من جديد. ترجع الصورة لحقيقتها. شو هي حقيقتها؟ إنه الجيش العربي السوري يحرر حلب من المجموعات الإرهابية المسلحة ويقوم بفرض الطوق على المجموعات الإرهابية المسلحة التي تحتل أحياء داخل حلب أو بعض المناطق خارج حلب. طيب دكتور سعيد دودين، غدا هنالك لقاء بين بوتين وأردوغان في سان بطرسبرغ، ويبدو على أنه صار واضحا بشكل مطلق الدور التركي واليد التركية المفتوحة إلى آخرها في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة في الهجمات 6 حتى هذه اللحظة على المحاور الجنوبية الغربية لحلب. يريد أردوغان أن لا يذهب إلى موسكو وهو خالي اليدين من أي ورقة ضغط عسكرية، بالتالي غدا بماذا سيذهب أردوغان إلى بوتين ولقائه مع بوتين؟ وإلى أي درجة باعتقادك قد تقرب التجارة والاقتصاد والملفات الاقتصادية ما عجزت عنه السياسة في مرحلة سابقة بين روسيا وتركيا؟ خلفية هذا اللقاء هو يأس الحكومة أنقرة
من ما يطلق عليه مفاوضات 23 سنة من أجل الانضمام إلى السوق الأوروبية. نحن نعلم الأسبوع الماضي تصريحات مستشار النمسا وتصريحات البريطانيين والفرنسيين التي لا تخلو من العنصرية والتي يعني تجعل أردوغان ييأس من إمكانية الالتحاق. هناك علاقة مباشرة بالحرب العدوانية على سوريا. حلف شمال الأطلسي كلف تركيا من أجل تنفيذ استراتيجية الهيمنة على مستعمرة الشرق الأوسط الكبير مقابل انضمامها إلى الدول إلى أنظمة الدول الاتحاد الأوروبي. تم تخفيض ذلك إلى السماح للأتراك لزيارة أوروبا بدون فيزا. فشلت هذه المحاولات، وهذا هذا الفشل قد يدفع سلطة أنقرة إلى التحول نحو الواقعية السياسية. بوادر هذه الواقعية قيامهم بالاعتذار عن جريمة العدوان على الطائرة الروسية في الأجواء السورية، وهذه البوادر كانت إحدى خلفيات محاولة الانقلاب التي فشلت والتي يدعي أردوغان بأن هناك المعارض التركي في الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي قام بتخطيط هذا الانقلاب. الآن هناك الآن أنا أعلم وجهة نظر أو السياسة الروسية. هم يطالبون حكومة التركية، هم يطالبون أردوغان بوقف العدوان العسكري بهذه الكلمات. تحدثت صباح هذا اليوم مع بعض الأصدقاء في موسكو، هم يطالبون بوقف مساهمة تركيا في الحرب العدوانية على سوريا بهذه الصراحة. أنا على قناعة بأن عزلة الحكومة أردوغان قد تدفع أنقرة إلى التحول نحو السياسة الواقعية. نحن استمعنا إلى هذيان أردوغان عندما وجه بعض الكلمات الإيجابية لموقف سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. هذا لا يكفي. تركيا تساهم منذ أكثر من 5 سنوات ونصف في حرب عدوانية على سوريا. على القيادة التركية أن تقر بذلك وأن تتوقف عن السماح لعشرات الآلاف من عصابات المرتزقة الفاشية بالتسلل للمساهمة في الحرب العدوانية على سوريا. أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور سعيد دودين، وأنت مدير مؤسسة عالم واحد الأبحاث، كنت معنا عبر خدمة السكايب من برلين. أعود إليك أستاذ عمر المقداد. معركة حلب اليوم هي انعكاس الدور التركي الجديد المراد أمريكيا، ولكن البعض يقول على أن ما سيجري غدا في سان بطرسبرغ بين بوتين وأردوغان لن يكون على مستوى الطموح الروسي مع فشل الهجمات الستة حتى هذه اللحظة على مناطق حيوية واستراتيجية في حلب. شوفي، خلينا نطرح سؤال بسيط. هل ما قام به النظام التركي في سوريا أمر ترضى عنه إسرائيل أو تريده إسرائيل؟ بالتأكيد. طيب، لو طرحنا السؤال بشكل آخر، هل توقف أردوغان عن القيام بهذا الدور في سوريا أمر ترضى به إسرائيل أو تريد؟ لا، إسرائيل تريد أن يستمر أردوغان بهذا الدور، تريد أن يواصل هذا الدور وأن يضاعف هذا الدور. على الأساس هذا أنا بقول لك الآن، في بعض الإشارات اللي عم تطلع من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية، هدفها الظاهري التلويح أنه هي ما أنا مبسوطة مثلا من النظام السعودي. وتتذكري من أسبوعين أو أكثر زيارة الحديث عن وثيقة أمريكية قالوا فيها أنه هناك دور ما للنظام السعودي في هجمات 11 أيلول 2001 الغاية منها المزيد من الضغط على النظام السعودي للمزيد من العدوان على سوريا. كمان بخصوص الطرف النظام التركي، كمان صار الحديث أنه لم يتم السماح للنظام التركي أو لتركيا في الدخول بالاتحاد الأوروبي، وأوروبا وأمريكا الآن عم تحاول تظهر نفسها وكأنه هي مع المحاولة الانقلابية، في حين هي من تحت الطاولة هي مع أردوغان قولا واحدا. طيب، اللي بدي لك الآن أردوغان عم يحاول يلعب على كل الأحصنة إذا حبينا نقول، عم يحاول
من جانب يتقرب من روسيا وبالتالي يفتح ملف، يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين، لكن هدفه الأساسي كما هو هدف مجموعات الإسلام السياسي، وإحنا ما بدنا يعني نغش حالنا في التاريخ، الذي يقرأ تاريخ مجموعات الإسلام السياسي الإخوان المسلمين وتفرعاتها، حركة النهضة وغيره والعدالة هدفها واضح، خدمة إسرائيل، خدمة الحركة وأيضا الصهيونية. وأيضا هدف حزب العدالة والتنمية وشعاره الأساسي هو الاقتصاد. إلى أي درجة يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد بين روسيا وتركيا في هذه المرحلة الحساسة من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة؟ هلا خليني أقول لك، الروس يعني بيلعبوا سياسي صح، أنا وجهة نظري صح، أزعجهم جدا مثلا إسقاط المقاتلة الروسية في سوريا، لكن هني ما راحوا في الجانب الاقتصادي لحد القطيعة، يعني هني دائما مع يعني بيراهنوا على إنه هذا النظام التركي الموجود، النظام التركي الموجود هو نظام طارئ أو استثنائي، وبالتالي راح ترجع العلاقات بين روسيا وبين تركيا إلى حقيقتها وواقعيتها، وبالتالي هني عم يراهنوا على مرحلة ما بعد أردوغان، هني عم يراهنوا على يعني ما يريده الأتراك على مستوى الشعبي. خليني أطرح سؤال آخر، ما هو موقف القيادة الروسية من سوريا؟ هل هو موقفها مقترن بس بالقيادة السورية، هو مقترن لرصيد روسي هائل لدى الشعب العربي السوري؟ طيب اليوم سؤال أخير لك أستاذ عمر، الرصيد السعودي اليوم في الأجندة الأمريكية، وعندما نتحدث عن برود في التفاهمات الروسية الأمريكية، وعندما لم يتم تحديد ربما الشكل العسكري من التعامل الروسي الأمريكي مع جبهة النصرة التي تحاول والتي تعمد أمريكا على استخدامها كذراع عسكرية اليوم في حلب وحتى في باقي الجغرافيا السورية، رغم فصلها شوفي خليني لك، الهدف الأمريكي في سوريا القاعدة. الهدف الأمريكي في سوريا اللي هو ذاته الهدف الأمريكي واضح، أن تكون الحرب على سوريا بدل 5 سنوات أن تكون 20 و30 و40 سنة، هذا الأمر واضح ما بدنا نقعد نضحك على حالنا فيه، ولذلك كل ما يخدم هذه الاستراتيجية تستثمره أمريكا، تستثمره إسرائيل، وتشتغل عليه أمريكا وتشتغل عليه إسرائيل. بهالسياق هذا أنا بقول لك هون بتلاقي الإسرائيليين والأمريكيين عم يضغطوا على السعوديين أو عم يلعبوا بالسعوديين مثل ما بدون أو عم يحركوهم مثل ما بدون. أنت بتعرفي أنا كان يوم كان في زيارة لوفد سعودي إلى إسرائيل ضابط الاستخبارات أنور عشقي، وفي حكي عن علاقات كانت متواصلة عبر السنوات الماضية كلياتها، والآن الطرفين عم يحكوا عن صراحة عن علاقات حميمية بيناتهم وعن عدو مشترك اللي عم يلعبوا عن إيران. انتبهتي كيف اللي بدي أقول لك أنه هون السعودي عم يستخدموا السعودية هي عم تقدم المال للمجموعات الإرهابية المسلحة، عم تشتري السلاح، ومثل ما حكى الدكتور سعيد الآن أمريكا تخوض حروب نظيفة، ما عم تخسر ولا عسكري ولا دولار. طيب بتعليق أخير لك أستاذ عمر، بالتالي اليوم عندما تتحدث روسيا بشكل مكثف هذه الأيام عن ضرورة الحل في اليمن، تتحدث عن ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا، إلى أي درجة هنالك ربط روسي للملفات الإقليم بما يخدم ربما أجندة متكاملة لروسيا وحلفائها في المنطقة لكي تحل هذه الأزمات وإحراج إدارة أوباما الحالية؟ هذا اللي احنا بدنا نقوله، لو نظرنا لسياسة روسيا في المنطقة والعالم في الأزمة السورية وفي أزمات أخرى، لح تلاحظي أنه السياسة السورية الروسية هي واضحة، وأنا هذا ذكرته في بداية كلامي. الهدف الروسي شو هو؟ إنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار الموجودة في مختلف هذه الأزمات بما يرضي مختلف الأطراف، لكن الطرف الآخر المشكلة دائما في اللي هي أنه هو يسعى للمزيد من الدمار والتخريب والقتل والفوضى، وهذا الأمر اللي عم تشتغل عليه إسرائيل للأسف، وعم تشتغل عليه أمريكا، تدمير سوريا، تدمير ليبيا، تدمير العراق، تدمير مختلف هذه الدول العربية التي يمكن تشكل في لحظة ما تاريخية رادع للأهداف الإسرائيلية في السيطرة في المنطقة. بالتالي تريد روسيا أن تضع أن توفر كل متطلبات الحلول السياسية لأزمات المنطقة في مكان واحد، هذا هو ما تريده؟ يعني إحنا بين معادلة بين طرفين، طرف يريد مواصلة العدوان بأي شكل يريد وطرف يريد إنهاء هذا الطرف فيما يخدم الطرفين. أنا أشكرك جزيلا الشكر أستاذ عمر المغداد الكاتب والإعلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من استوديو الحدث، شكرا جزيلا لك. شكرا. والآن وقفة سريعة مع أبرز التطورات في العالم في التقرير التالي. الجيش النيجيري يعلن عن مقتل 11 جنديا في اشتباكات مع أفراد عصابات وسط البلاد. الناخبون في تايلاند يبدأون التصويت في استفتاء جديد على دستور في تايلاند يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة في عام 2017. المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يصف هيلاري كلينتون بأنها غير متزنة. الصين تجري تدريبات لمواجهة الحوادث النووية الطارئة المتعلقة بالأمن النووي.
مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين جراء انهيار أرضي في الشطر الهندي من كشمير. ذاكرة الحدث لهذا اليوم 7 من آب. في مثل هذا اليوم من عام 1941 الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية. في عام 1962 الإعلان عن استقلال ساحل العاج عن فرنسا. في عام 1963 مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري. وفي عام 1998 تفجير سفارتي الولايات المتحدة في عاصمتي تنزانيا وكينيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا وإصابة 4500 آخرين. قبل الختام تذكير بالعناوين. سلاح الجو السوري يقضي على الإرهابيين ويدمر آلياتهم في طلعات مكثفة على تجمعاتهم وتحركاتهم بريف حلب الجنوبي الغربية. الجيش يوسع نطاق سيطرته بالغوطة الشرقية ويكبد الإرهابيين خسائر في عدة محافظات. نظام أردوغان يواصل دعم الإرهابيين في سوريا وآلته الإعلامية ترافق إرهابيي جبهة النصرة. هذه الحلقة انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذه تحية من فريق عمل هذه الحلقة، وكل التحية لرجال الجيش العربي السوري في كافة ميادين القتال. إلى اللقاء.